لا يا استاذ مرتضى، هم قالوا ادابهم صحيح بس انا مش هنزل مستواهم. الحلقه دي لازم يرفرف في سمائها روح الاستاذ محمد صبحي. من فضلك انصرف، هنعوزك في حلقه تانية ان شاء الله. تشرب شاي؟ ما تشرب شاي؟ تشرب شاي؟ تشرب شاي؟ تشرب شاي؟ من كام يوم لقيت ناس بتقول لي الحق، ده في ناس بيقولوا انك بتسرق محتوى من على النت. رحت اشوف ايه ده، لقيتها مقاله بيقولوا فيها اني بستعين بمحتوى من مواقع عربيه وبكتفي باني حي الله بحط بيانات المحتوى اللي استعنت بيه في مصادر الحلقه. فكويس ان هما ما كدبوش في الحته دي على الاقل، فما فهمتش الحقيقه فين المشكله. لكن لما قريت المقاله اكتشفت الموضوع اكبر من كده بكتير، انها حمله تشهير رخيصه ومقاله مليانه كذب وتدليس ورخص، بالاضافه الى انتهاك الخصوصيه بنشر رساله خاصه على العام وكمان اجتزائها من سياقها. والحقيقة أنا مستغرب إن موقع بيقول عن نفسه إن هو هدفه إنه يقدم خدمة تحليلية للقضايا والأحداث المعاصرة وقراءات معرفية للأفكار المرتبطة بها، يوافق إنه يتحول إلى منصة للرخص والتشهير بالناس لتصفية حسابات شخصية ونفسية. خلوني بداية أرد باختصار وإجمالا على كل الاتهامات دي، وأقول إن مفيش فيديو بينزل عندي بدون ذكر مصادره ووضع الروابط بتاعتها وذكر اسم الكاتب والموقع وعمل منشن ليهم على فيسبوك عشان يعرفوا ويقدروا يتواصلوا معايا لو عندهم اعتراض او ملاحظه، بالاضافه الى اني معايا اذن من مالك المحتوى وهو الموقع اللي اتنشر فيه المحتوى، لان الموقع هو المالك مش المحرر. الموقع اشترى المحتوى ودفع ثمن المحرر بالفعل، فالاستئذان بيكون من الموقع وليس من المحرر الا لو انا مستعين بالماده من على حبل غسيل بيت المحرر، وده ما حصلش. وفوق ده كله الاستعانه بتقرير صحفي في عمل فيديو شارح يدخل في نطاق اعاده الصياغه او البارافريزنج، واللي ابسط طالب اكاديمي عارف ان اعاده صياغه المعلومات التي لا يملكها احد ليست سرقه فكريه ولا تحتاج الى استئذان اصلا، لان المحرر لا هو كاتب راي ولا هو محلل ولا منتج للمعلومه الا لو كان بيبيض المعلومات بنفسه، دي قضيه تانية خالص. ده الرد باختصار كده وعلى بلاطه، وتعالوا نشوف بالتفصيل الاكاذيب والتدليس اللي وردوا في مقاله التشهير دي. يبدا المقال بالكذب والتدليس في قصه محرر في اضاءات كان ناشر تقرير عباره كله عن مجموعه معلومات مترتبه ورا بعضها، يعني لا يملكها اصلا. فانا استعنت بالمعلومات دي في عمل فيديو وقدمتها باسلوبي الخاص المختلف 100% عن التقرير النصي، يعني اصبح محتوى اصلي 100% والناس يقدروا يشوفوا الحلقه ويقروا التقرير. وبالرغم من ده برضه حطيت رابط المقاله في المصادر. المحرر بيدعي ان الناس شهرت بيه قدامي وانا سكت، وده كده ما حصلش ولا كان عندي فكره عنه ولا اعرفه هو شخصيا. المحرر بيدعي انه راسلني وعاتبني بلطف، ده برضه كده وما حصلش، بالعكس ده انا فوجئت بشخص ما اعرفهوش غضبان وبيشتمني في التعليقات وانا اللي تواصلت معاه عشان افهم مين ده وماله، ولما فهمت انه المحرر ومتضايق طلبت منه نتكلم صوتيا عشان اكيد في سوء تفاهم ممكن يتحل، لاني بالفعل ذكرت المصدر في وصف الفيديو. وبعد نقاش هو اصر ان ذكر المصدر يكون بصيغه مختلفه عن اللي انا استخدمتها، ان لازم اذكر اسم المقاله واسم المحرر مش الرابط بس، على الرغم ان ده مش منطقي خصوصا وانه لا يملك المعلومات اللي في المقاله، وانا ما منعتش من باب حسن النيه والحرص على ترضيته. ولاحظوا ان الجزء اللي عرضه من الرسائل اللي كانت بيني وبينه كان موافق ان ذكر المصدر يكون في وصف الفيديو عادي، وكمان طلب اعتذار بالرغم ان انا ما غلطتش في حاجه برضه، وبرضه ما اعترضتش كاثبات لحسن النيه، وقلت له كمان اكتب انت صيغه الاعتذار اللي ترضيك يا سيدي، وكتبها فعلا ونشرتها بالرغم من ان فيها اهانه ليا، وانا لا كنت ملزم بده ولا في حاجه ترغمني على كده، لاني بالفعل ذكرت مقالته كمصدر وما سرقتش حاجه ولا محتاج استاذن منهم، لاني زي ما قلت هم لا يملكوا هذه المعلومات، ولا اعاده الصياغه تحتاج الى استئذان. كل الحكايه اني كنت برضي واحد غضبان ومستصار وزعلان، يعني اذا كان ده يرضيك اعمله لك عادي، ايه المشكله؟ الواحد حريص على ان هو يرضي الناس يعني، لكن مش معنى ان انا اعتذرت لك عشان تهدى اني غلطان فعلا. انت قلت لي ان الاعتذار ده يرضيك، انا ما عنديش مشكله، انا اسف يا سيدي، لكن لما نيجي للحقوق فانا ما جرتش على حقك، والرابط موجود كمصدر من قبل ما تكلمني، والمعلومات انت لا تملكها عشان استاذنك اصلا. وبعد ده كله توصل البجاحه انه يعرض جزء مجتزأ من سياقه من حوار خاص بيني وبينه، ويدعي بالكذب انه قلت له ان ده مش هيكرر تاني، وده ما حصلش، والا كان عرض الجزء ده من الرساله ان كان له وجود. اللي حصل فعلا انه قال لي اتمنى يكون في بيننا تعاون مستقبلا. قال لك بعد كده ايه؟ فوجئنا بعد شهرين، انا مش عارف بقى ازاي كنت عايش خلال الشهرين دول من غير ما اسرق حاجه يعني. قال لك فوجئنا بعد شهرين انه قرصن محتوى مقاله تانية. طب يا عم ما ذكرش المصدر؟ قال لك لا، ده اكتفى بوضع رابط المقال الاصلي في منطقه مخفيه تحت اخر سطر في الوصف النصي للفيديو، والذي لا يظهر للمشاهد الا بعد خطوه اضافيه لا يقوم بها في المعظم، وهي الضغط على زر اعرض المزيد. الوصف اللي كان موافق عليه بعد كده وما عندوش مشكله معاه. عموما يعني اديني حطيت المصدر اهو، يعني شكرا ان انتوا ما كدبتوش هنا. وهنا نفهم من كلام حضرتك ان اللي يحط المصدر في مكان لازم تضغط عليه عشان تفتحه يبقى حرامي وقرصان، مش كده؟ طب ما
تيجوا نشوف. ادي المقالة اللي بيتكلم عليها. فين المصادر؟ فين فين يا ترى؟ فين فين الهوامش؟ فين التفتيش؟ لا ده مفيش مصادر خالص. يعني المحرر باض المقالة دي كلها بنفسه؟ يا إلهي ما هذا؟ ها هي المصادر، ليست المصادر ولكنها كلمة مصادر. هل يا ترى إذا ضغطنا عليها ستفتح لنا رابطا آخر؟ يا للهول، دي المصادر مخفية وما بتظهرش إلا لو ضغطت عليها. ومش كده بس، مفيش أي عزو للمصادر في النص، مفيش أي علامة تقول لي أي فقرة منين هنا، وفين رأي الكاتب إن كان له رأي، وفين الفقرات اللي وردت من المصادر. يخس مش عيب يا إضاءات، بقى بتحطوا المصادر في حتة مخفية، مش عيب، مش عارفين إن اللي يعمل كده يبقى قرصان. عموما يا إخوانا تقدروا تقروا المقال بنفسكم وتشوفوا الفيديو كمان بعده عشان تحكموا بنفسكم الفرق قد إيه بين المقالة والفيديو. أنا هحط روابط المقالات والفيديوهات كلها في الوصف تحت الفيديو. أما نقطة إني لم أستأذن من إضاءات فأكرر، أولا المحرر لا يملك المعلومات التي استعان بها في بيض المقالة، كل اللي عمله إنه جابها من مصادر على النت وكتب ورصها تحت بعضها، وهو نفسه ما حطش المصادر. يعني أنا المفروض أحط إن المصدر الوحيد هو جوجل بصراحة. يعني ثانيا انا ذكرت المصدر بنفس الصيغه اللي طلبها المحرر الاولاني واللي فهمت منه ان كده ما يبقاش في مشكله. ثالثا انا بالفعل ارسلت ايميلات ليهم وما بيردوش كعاده كل المواقع العربيه اللي ما بيفتحوش الانبوكس بتاعهم اساسا والايميلات بتحمط فيه. رابعا انا عملت تاج للموقع وللمحرر مع الفيديو، يعني راح لهم اشعارات بده ومحدش اعترض، يبقى موافقين. فلما تيجي تفتح الموضوع ده بعد شهرين يبقى في سبب تاني خالص، في غرض مش نضيف ورا الليله دي. بعد كده ذكر مثال ثالث برضه عباره عن عرض شوية معلومات من على النت ورا بعضها لا أكثر ولا أقل. والجميل بقى المرة دي إن مفيش مصادر أصلاً. فين المصادر يا إضاءات؟ كده خلصنا من إضاءات لأنهم بدأوا يكذبوا بالنيابة عن ناس تانية، فبدأوا يعرضوا أمثلة لمقالات من موقع ميدان. بالنسبة لميدان، أولاً تم استئذان إدارة شبكة الجزيرة المالكة لقسم ميدان واللي هو جزء من شبكة الجزيرة قبل استخدام المحتوى. وبالمناسبة أنا بدرت بالتواصل مع إدارة شبكة الجزيرة لمحاولة الوصول إلى صيغة عزو للمصادر ترضي المحررين من زمان، بالرغم من إني مش ملزم بده، بس برضه من باب حسن النوايا والحرص على ارضاء الناس. وفضل الحوار مفتوح وما قدرناش نوصل لصيغه لاننا مش هنخترع العجله ولان مفيش طريقه تانية في الكوكب لذكر المصادر. ثانيا دايما بيتم ذكر المقال والرابط واسم المحرر في مصادر اي فيديو. اسم المحرر اللي انا مش المفروض اذكره اصلا لان هو محرر، له باحث وله ناقد سياسي وله مفكر ولا اي حاجه من دي. اول مثال ذكره من ميدان لمحرر للاسف فضل يلجا للمغالطات المنطقيه لعرض قضيته بانه يستعطف الناس ويقول لهم انه يتعب في البحث عن المعلومات اللي بيرصها ورا بعضها في مادته، ويعيد ويزيد في الاغنيه دي، مع ان التعب ملوش اي علاقه بالقضيه لانه اخذ مقابل التعب ده ماديا بالفعل. المهم هو بالفعل تواصل معايا وما كنتش فاهم ايه المشكله، لاني بالفعل ذكرت اسم المقال واسمه هو شخصيا والرابط وعملت تاج لي وللموقع كالمعتاد، بالرغم من اني مش محتاج اعمل كل ده، برضه لانه لا يملك المعلومات اللي رصها ورا بعضها في التقرير، لكني برضه في اطار حسن النيه والحرص على ارضاء الناس كنت بتناقش معاه عشان اعرف ايه صيغه عزو المصدر اللي ترضيه او نوصل لأي اتفاق يرضيه بالرغم من انه لا يملك المادة اصلا واني مستأذن من مالك المادة الاصلي. لكني فوجئت انه بطل يرد عليا وراح عمل بوست للتشهير يتهمني فيه بالسرقة، ولما الاضيشه حواليه بقوا عاملين زي عواجيز الفرح. وهنا برضو بالمناسبة ادعو الناس ان هم يقروا المقالة الاصلية ويشوفوا الفيديو عشان يلمسوا بنفسهم الفرق بين الاثنين. وان كان هو بيتعب فانا برضو بتعب في كتابة السكريبت وعلاج اخطائه، سواء سرقاته الفكرية لما بيتفزلك برأي مش رأيه اصلا بدون عزو لمصدره، او في محاولة كتابة سكريبت متماسك في وحدة بناء من المسخ اللي هو عامله من تجميعات اقتباسات من مواقع وكتب ومتخيل ان موضوع التعبير الفرانكنشتايني ده يعتبر عمل فكري. ولو هو شايف ان انا ما بتعبش في انتاج الفيديو اكتر منه فيقدر يتفضل يقدم مادته كفيديو ما دام الموضوع سهل كده ومش متعب. طبعا لما لجأ للاسلوب ده انا تجاهلته تماما لاني ما قصرتش في حاجه وتحملت الغمز واللمز من الاضيشه والناس اللي بتحب تزيط في الزيطه وهي مالهاش لا في الطور ولا في الطحين. اما وصفه ليا باني استعنت بتقارير هو كاتبها بسبب ضعفي في مستواي في انتاج المحتوى، فاظن كم السلاسل اللي انا انتجتها كفيل بالرد على النقطة دي، خصوصا وان عرض التقارير الصحفية ده بيتم في سلسلة واحدة بس خاصة بده من حوالي 10 سلاسل بنتجها بالفعل من سنين طويلة من قبل ما هو يطلع له شنب اعدادي. بعد كده ذكر مثال تاني وهو حلقة التسويق الشبكي واللي ضمن محتوى ميدان اللي معايا اذن باستخدامه بالفعل، والحلقة دي بالذات كان ليها اكتر من مصدر مش مصدر واحد والاثنين مذكورين باسمائهم في الفيديو. والنوعية دي من المواد تحديدا مع خالص احترامي لمحرر المادة وهو صديق عزيز واوكني ليه كل الاحترام، فهي ايضا مجرد عرض لمعلومات لا يملكها واستخدامها
لا يحتاج الى استئذان مني اصلا، خصوصا اذا اضفت ليها وعرضتها باسلوبي. وبرضه الناس هنا يقدروا يقروا المقاله بنفسهم ويشوفوا الفيديو بنفسهم ويلمسوا الفرق. والعجيب ان هو بيتهمني ان انا برضه اخذت موضوع تاني هو كاتبه، بالرغم من ان انا حاطط المصدر في الفيديو للكتاب اللي انا استندت فيه اللي بيتكلم في نفس الموضوع. بس هو شايف انه ما دام اتكلم في الموضوع ده يبقى انا اكيد اخذت الفكره عنه، مش من الكتاب الاصلي اللي هو اول حد اتكلم في الموضوع ده. بعد كده احد المحررين بيقول اني لازم اذكر المصدر داخل الماده، فتعالوا نشوف هو بيذكر المصادر فين في موقع ميدان في المقالة المعنية. اهو فين 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 يا ترى؟ الله، دي في الهامش تحت بخط صغير. ليه يا ترى؟ جايز لان ده المتعارف عليه وده الستاندرد المستخدم في عالم الصحافة، وهو ان المصادر دايما مكانها في الهامش. طب بالنسبة للفيديوهات، يا ترى موقع ميدان بيحط مصادر فيديوهاته فين؟ فين يا ترى؟ فين فين؟ ايه ده؟ مفيش خالص. معقولة الفيديوهات دي كده كلها ملهاش اي مصادر؟ دي حاجة غريبة جدا. بعد كده بيرجع محرر اضاءات للكذب تاني، بيدعي ان بشتم اصحاب المحتوى لما بيتواصلوا معايا، وده كذب. واكبر دليل على انه كذب انه ما عرضش اي دليل على ده، ولكن عرض سكرين شوتس لتويتات بره سياقها للتدليس. انا قلت مفيش حد تواصل معايا من إدارة إضاءات، وده حقيقي. اللي تواصل معايا محرر زي ما حكيت في الأول، وكان معترض على صياغة المصدر اللي كان موجود بالفعل، مش ما كانش موجود. وتتجلى قمة الذكاء في إنه يجيب سكرين شوت للاعتذار اللي أنا نشرته، بالرغم من إني مش ملزم زي ما قلت في الأول، ويستخدمه ضدي، مع إن المفروض إن دي حاجة في صالحي وتثبت حسن النوايا. بعد كده بدأ يطفي طابع قانوني على الكلام بحشو كتير عن الملكية الفكرية، ولكن لأننا فيما يبدو بنتعامل مع محدثين دخلوا إلى عالم الصحافة بمؤخرتهم وهم نفسهم بينتهكوا الحقوق دي حسب مقاييسهم زي ما بينت، فطبيعة المحتوى اللي بينشروه لا يندرج ضمن السياق ده، لأنه مجرد تجميع معلومات من على النت، لا في تحليل ولا في رأي ولا في إضافة جديدة للمعلومات دي. فللمرة الألف هم لا يملكوا المعلومات دي عشان يشترطوا على الناس إن هم يستأذنوهم قبل ما يستعملوها. حقهم الوحيد إن المقالة ما تتنشرش زي ما هي كده في مكان تاني، إنما المعلومات اللي فيها لا يملكوها. وبعدين يا حبيبي أنت وهو أقول لكم على معلومة ما دمتوا لسه هو، عشان لما تيجوا تسهروا بحد بعد كده أو تشتموا حد يبقى شكلكم أنظف من كده شوية. في حاجة اسمها مناهج بحث، ودي مادة بيدرسها أي طالب في سنة أولى لأي درجة أكاديمية، وأي حد بيفكر يكتب بحث أو يضيف محتوى لازم يكون على دراية بالعلم ده، وهو علم كامل. بيبحث في إيه بقى يا ترى؟ العلم ده بيبحث في طريقة كتابة البحث نفسه، بداية من إيجاد الفكرة للعمل عليها لتطبيقها واختيارها كبحث وشكلها، وفي جواه محور كامل اسمه العزو والفهرسة والتهميش، واللي أنا ملتزم بيه بإني دايما بكتب المصادر في مكانها الطبيعي وهو الهامش. وبالنسبة لفيسبوك فأنا ما بستخدمش اي محتوى من عليه الا بعد استئذان صاحبه الاول، وهو اللي بيطلب عدم ذكر اسمه حرصا على سلامته، واللي بيدعي غير كده يتفضل يثبت. وفي النهايه نوصل للسبب الحقيقي للفيلم الرخيص ده كله، وهو اكل العيش. ويبدا فريق العمل يتهمني باني بتربح من اللي بعمله وان الموضوع سبوبه. فبدايه يا ترى مين فعلا اللي بياكل عيش على قفا مين؟ يعني لما يبقى مقال التشهير الرخيص ده اعلى مقاله قرا عندكم من يوم ما فتحتوا الموقع، يعني عدد قراءاته اصلا اضعاف اضعاف ثاني مقال بعده في الترتيب، ده انتم مفيش مقال عندكم كسرت ال1000 قراءه، والمقال اللي شتمتوني فيه عدى ال 12000. عارف ليه الماده دي اكتر ماده اتشافت على موقعكم؟ لانكم اشتغلتوا شغل صحافه صفراء صح زي ما الكتاب بيقول. واول درس في الصحافه الصفراء ان الخبر مش ان مش ان كلب عض انسان، ولكن ان انسان عض كلب، اللي هو بيكون فيه الاثاره والمتعه والتشويق والغرابه. فجايز انتوا اللي بتاكلوا عيش على قفايا، مش عارف يعني. انا والحمد لله قدرت ابني منصه شخصيه حره تماما، وده كان الهدف الاول عندي دايما. محدش بيمولني ولا باخد مرتب من حد، ولا حد بيحدد لي خطوط حمراء، ولا حد بيختار لمواضيع تخدم اجندته، ولا انا ضمن الترسانة الاعلامية لاي فصيل. عشان كده وفي ناس كتير بتسألني ليه ماليش برنامج في فضائية، لاني لا عمري عرضت نفسي على حد، ولا قبلت عروض من حد، ولا اقبل اني اكون وجه لحد، مع احترامي للجميع. لو كان هدفي التربح ففي مواضيع كتير جدا عندي ما بتحققش مشاهدات عالية ما كنتش هعملها اصلا، زي حلقات السيرة وحلقات الشخصية مثلا. ولو كان هدفي الربح ما كنتش هختار مواضيع فشلت في تحقيق قراءات عندكم اصلا عشان اقدم المعلومات اللي فيها بصورة افضل تخليها تتشاف عشرات الالاف من المرات. وبالمناسبة مش المعلومات هي اللي بتخلي الناس تقرأ المادة او تشوفها، طريقة العرض هي اللي بتحقق ده. فمش ذنبي انك فشلت في تقديم المعلومات بشكل جذاب يشد الناس. ولو تحب اعلمك ازاي تعمل ده عناية ليك، اول ما اعمل دورة ان شاء الله هقول لك، وليك انت ببلاش. فانتوا بقى يا ترى كونكم موقع ما بيحققش ارباح اصلا، لانكم بتنشروا لكم في اليوم متوسط 5 مواضيع بالكتير وبتحققوا قراءات ضعيفه، فيا ترى مين اللي بيمولكم؟ مين اللي بيدفع مرتباتكم؟ يا ترى هل هو اللي زقكم ترموا بالكم عليا؟ ما هو انتوا يا اما في جهه بتمولكم، يا اما واجهه لغسيل اموال، يا اما بتبيضوا فلوس، لان زي ما قلت موقعكم ما بيغطيش تكلفته اساسا، عشان كده مش لايق عليكم خالص تتكلموا عن الاخلاق. اما نقطه ما هو بيكسب، ليه ما بيأجرش صانع محتوى محترف؟ فحضرتك لو هي دي المشكله بالنسبه لك فما فيش مشاكل، صحيح
انا اظن ان اللي مأجرك بيدفع لك كويس، بس لو مش مكفيك وبصص للي في ايدي فبسيط، ابعت لي السي في بتاعتك ونماذج شغل الفيديوهات انت عملتها قبل كده، ولو عجبتني أأجرك برضو مفيش مشاكل، المليان يصب على الفاضي ونساع بعض. وبهذه المناسبة حابب اوجه دعوة لكل صحفي او كاتب مهني محترم حابب يتعاون مع منصة حرة تماما بلا خطوط حمراء ولا راس مال بيفرض اجندات معينة، يشرفني التعاون معك. التعاون طبعا مش التأجير، لان انا بدور على ناس محترمة. فياريت تتواصل معايا من خلال الايميل اللي هتلاقيه تحت الفيديو ده. ده ردي على كل الافتراءات دي، وان كنتوا بتشتغلوا صحافة صح زي ما بتدعوا مش صحافة صفرة، ولان حق الرد مكفول وفقا للقواعد المهنية المعروفة اعلاميا وصحفيا، فانا اسمح ليكم بنشر الفيديو ده عندكم لو عندكم اقل قدر من النزاهة والمصداقية. غير اضاءات بقى، انا الحقيقة فوجئت بناس عمر ما كان في بينه وبينهم اي مشاكل، ولكن عندهم كره غريب لدرجة الرغبة في الايذاء. نشروا المقال بدون حتى ما يقروه، لان الموقع محجوب في دول كتير، وافتروا عليا بالكذب. يعني انا بجد مش قادر افهم، انا ما كرهتش حد كده في حياتي، ما بكرهش احمد موسى كده، او عموما ما بكرهش حد ابدا لدرجه ان انا ابقى عاوز اتلذذ بايذائه. عشان كده مش فاهم ليه في حد ما اعرفوش ممكن يكون بيكرهني للدرجه دي. يعني فدول انا الصراحه مش مسامحهم ومشفق عليهم ان هم مضطرين يعيشوا مع نفسهم ويبصوا لنفسهم في المرايه بنفسياتهم دي. عموما لو عندهم اقل قدر من الاحترام لنفسهم يا ريت ينشروا الفيديو ده زي ما نشروا مقال التشهير الرخيص. وكمان لازم اشكر كل الاخوه الكرام اللي احسنوا الظن وردوا غيبتي، وعلى الاقل تواصلوا معايا يتاكدوا قبل ما يصدروا احكام. جزاكم الله خيرا، ونشوفكم على خير ان شاء الله.